السلام عليكم. هذا الكلام حق الأشخاص اللي مو مفعلين زر التنبيهات أو اللي ضايفين جدد. في زر التنبيهات هني، اضغط عليه علشان يوصل لك تنبيه كل ما أتكلم عن فقرة من الفقرات اللي نتكلم عنها. فقرة قصص الشعب العربي مثل ما قلت لكم من قبل، هي قصص عن أماكن مسكونة بالوطن العربي، وهي قصص واقعية صارت بالوطن العربي، ما في أي قصة خيالية دخلناها بالموضوع. كل القصص قصص واقعية صارت بالوطن العربي. هذا واحد. اثنين، أضفنا شيء جديد، راح نتكلم عن قصص بشكل عام صارت بالوطن العربي، مو بس قصص جن أو قصص أماكن مسكونة، لا راح نتكلم عن هذا الشيء، راح نتكلم عن أشياء ثانية مثل قصص جرائم القتل، قصص غريبة، جميع أنواع القصص بس صارت بالوطن العربي وتكون واقعية. قصص الرعب أو قصص الجن كلنا نحب نسمعها صح؟ ونخاف منها بس نحب نسمعها. يعني ما يعني اتوقع الكثير منكم، وانا واحد منكم، كنا لما نقعد مع جداتنا او الاشخاص الكبار بالعمر نقعد نسالهم قولوا لنا قصص عن الجن. ما ادري اتوقع ليش كلنا كنا نسوي هذا الشيء، لكن صدق كلنا كنا نسوي هذا الشيء. يمكن في ناس ما كانوا يسوون هذا الشيء، بس اغلب الناس اللي اعرفهم واللي اقرا عنهم، وهذا احد الاشخاص اللي كاتب القصه هذه، نفس الشيء يسوي، يقعد مع جدته او جده ويسالهم عن قصص جن حصلت لهم او حصلت لاشخاص غيرهم. هالشخص اللي قاعد يذكر لنا قصته يقول على الرقم من ان بلغت عمر 45 الان، وان لما صارت لي القصة هذه صارت لي وانا كان عمري تقريبا 6 سنوات، الى يومكم هذا انا ما انسى. يعني كم مر سنة من 45، من 6 سنوات ل 45، الى يومكم هذا انا ما انسى القصة اللي صارت لي، من كثر ما هي غريبة من كثر ما هي مرعب. هالشخص هذا يقول أنا لما كنت بعمر 6 سنوات كنت حالي حال الأطفال، أحب الرحلات، أحب أسمع القصص، أحب أقعد مع جدتي واجد، بالذات أن جدتي كانت تعاملني معاملة خاصة، وهذا الشيء اللي كانوا يغارون منه عيال خالي أو عيال خوالي يعني بشكل عام. فجدتي كانت متعودة أن كل كم شهر تروح تزور أخوها، أخوها اللي هو يصير خال أمه، يعني جدته. أنا إيش قاعد صعب الموضوع؟ أنا كانت تحب بين كل شهر تروح تزور أخوها اللي عايش بالكويت في منطقة الفحيحيل. هم أشخاص سعوديين لكن خوال جدته عايشين بالكويت، كويتيين. فيقول جدتي كانت تجهز الأغراض وتجهز الهدايا حق عيال خالها اللي بالكويت، وصدمتني لما قالت إن أنت الوحيد راح تروح معي، يعني أنت من بد عيالي كلهم اللي راح يروح معي. فيقول هني استانست، واكيد يعني بطير من الفرح، بس لو كنت ادري شنو اللي راح يصير هناك كان رفضتني اروح. يقول المهم ركبنا السيارة، واحنا بالسيارة جدتي قاعدة تعلمني اصول التربية، دير بالك، تعلم شلون تحترم الناس، لا تقل ادبك، لا تزعج الناس، احترم الكبير، من هالامور اللي الكبار دائما يعلمونا اياها. يقول انا قاعد اسمع، قلت له زين اوكي اوصف لي البيت، ابي اعرف بيت مش كبرى يعني. يقول انا ما رحت لها ولا مره، جدتي هي كانت تروح دائما بروحها او مع احد ثاني، بس انا ولا مره رحت، هذه اول مره. يقول قلت له اوصف لي البيت، قالت لي ان البيت كبير وشي، تقول قاعد توصف لي شيء يعني كبير. يقول انصدمت اول ما وصلنا عند البيت، شفت البيت حجمه ما شاء الله حيل كبير. فيقول البيت كان حجمه تقريبا 1000 متر، بس انا كنت اشوفه يمكن بحجم ثلث اضعاف لان كنت صغير. اتوقع كلنا لما كنا صغار كنا نشوف اشياء حجمها كبير فننصدم لما اذا كبرنا ورحنا المكان هذا مره ثانيه ننصدم من حجمه، ليش حجمه اصغر من ما كنا نعرفه. المهم وصف لنا البيت، يقول البيت كان يتكون من 3 طوابق، الطابق الثالث هو السطح، السطح بس في غرفه واحده، الغرفه هذه مطله على السطح بالكامل. الغرفه هذه يسمونها غرفه الضيوف، كل ما جاهم ضيف يسكن بهالغرفه هذه اللي موجوده بالسطح. يقول طبعا بما ان احنا ضيوف فاحنا اللي راح نسكن بالسطح، الغرفة الوحيدة اللي موجودة بالبيت بالسطح. المهم يقول شفنا الغرفة، بعد عاد نزلنا تحت، قعدنا مع اهلنا تحت، قعدت مع جدي، يقول هو اصلا خال امي بس انا اسميه جدي لان رجال كبير، خال جدتي مو خال امي. فيقول قعد خال امي، ايش فيني انا، منو خال منو. المهم يقول بعد ما خلصنا من العشاء صعدنا حق الغرفة علشان نبي ننام خلاص، احنا راجعين احنا جايين من سفر وطريق وتعب، فصعدنا للغرفة انا وجدتي عشان ننام.
يقول قبل ما ندخل الغرفة أنا وجدتي، جدتي كانت واقفة مع زوجة خالها أو زوجة من مدري نسيت، أنا ما أحب القصص اللي فيها خال أمي وأبو خال، اللي كان الرجال هذا اللي يصير لها، قاعد تسولف مع زوجته يقول أنا كنت مع ولده أو ولدها، وقعدنا نسولف كان يطلع صوت طق، صوته واضح. يقول قلت شنو هذا؟ قلت حق الولد اللي معي، تقول لا تخاف تخاف، هذول أهل الأرض، أهل الأرض اللي هم الجن. يقول المهم لما خلصت جدتي من السوالف دشت الغرفة، جدتي من حطت راسها على المخدة نامت، كل الجدات شي صراحة من يحطوا راسهم على المخدة بسرعة ينامون ما شاء الله عليهم. فيقول من حطت راسها على المخدة نامت، وأنا لحد الحين قاعد شي ما جاني نوم، قاعد أفكر بأهل الأرض. قاعد يقول أنا اللي أعرفه يعني رغم أن عمره 6 سنين بس هنا بذاك الوقت طبعا ذكائهم غير والحين غير. يقول أنا بذاك الوقت يعني كنت أعرف حسب ما كنت أسمع من جدتي لما كانت تذكر لي الجن، ما كانت تقول لي الجن باسمهم، كانت تقول أهل الأرض. لما سألت شنو أهل الأرض تقول أهل الأرض هم جن، بس الأحسن نقول أهل الأرض. فيقول لما قال لي أهل الأرض لحد الحين قاعد أفكر أهل الأرض اللي هم الجن، وأنا دائما أسمع من جدتي قصص جن وكنت أستانس دائما أقول لي قصص جن، بس هالمرة شكله راح يصير موقف معي أنا مع الجن. المهم يقول بعد ما نامت جدتي وقاعد تفكر بالموضوع، فجأة صوت أحد يطق الباب. يقول خفت بالوقت اللي قاعد أفكر فيه، أكيد راح أخاف حتى لو كان كنت أدي منه راح يطق الباب. يقول خفت، يقول هني قوام جدتي، قلت حق جدتي في أحد جاي يطق الباب. قامت قالت ما أسمع صوت، انطرت شوي إلا تسمع مرة ثانية أحد يطق. هني الجدة بعد سمعت معه، كان تروح جدته كان ضمه كأنها قاعدة تحميه، كأنها عارفة شنو موضوع المكان اللي هم بيت خالها، كأنها عارفة الشيء هذا. ضمتها وقعد تحاول أن تهدي من روعة على قولتهم. فيقول بعدها هم بعد قاعد يطق الباب مرة ثانية، هني جدتي قوت نفسها شوي كذي وقامت راحت تفتح الباب، ما في أحد. فيقول بعدها رجعت جدتي وحضنتني قالت لا تخاف ما في شيء، حضنتني ونبي ننام. فجأة قام يتحرك السرير، قام يهتز كأنه تعرفون هزة أرضية، شلون لما تصير هزة أرضية شلون تسمعون صوت البيت شوي يتحرك، تسمعون صوت الكرسي يتحرك أو السرير. فيقول هذا الشيء اللي صار. يقول هني ما وقف الصوت، هم قاعد لحد الحين قاعد يصير. كان أقول حق جدتي، جدتي هذول أهل الأرض، هذول أهل الأرض. فيقول بعد ما قلت حق جدتي ان هذول اهل الارض، يعني عشان انبهها ان ولد الخال قال لي ان هذول اهل الارض اول ما طلع الصوت، بدأ جدتي تقرا معوذتين، بدأ تقرا آية الكرسي الى ان هدأ الامر، يعني هدأت الامور. يقول نمنا ليل الصبح، قمنا الصبح كان جدتي تسأل الخال، قالت امسر معانا كذا كذا كذا، كان يضحك الخال، كان يقول إيه عادي هذول أهل الأرض متعودين إنهم يضايقوننا بس ما يضروننا. فيقول الخال في قصة صارت لي وأول مرة أدري عنها إن سكان أهل الأرض موجودين تحت اللي هم الجن. يقول مرة لقيت واحد واقف قدام بيتنا، سألته قلت له عسى ما شر يعني واقف قدام هذا بيتنا، كان يقول أنا من سكان أهل الأرض اللي ساكنين تحت بيتكم. فيقول خال أنا أساساً كنت رايح بصلي، كان يقول وين رايح؟ استغربت قلت أنا رايح أصلي يعني أذان الفجر قاعد أذن. تقول خلاص أنا بجي بعد بصلي معاك لأن إحنا من سكان أهل الأرض اللي هم الجن بس المسلمين وما نأذي. ويقول من يومها ما شفت أي أحد من سكان أهل الأرض هذول، وعشان كذي عياله كل ما صار صوت يقولون سكان أهل الأرض، يعني عارفين الموضوع عرفتوا شلون، فعشان كذي قالوا عادي سكان أهل الأرض. يزعجونهم إيه بس إنه ما يأذونهم، ما يجون صوبهم نهائيا، اللهم تسمع إزعاجهم ومرات تشوف شيء بسيط. يقول من يومها ما قمنا نشوفهم كهيئتهم اللي أنا شفتها، أنا شفت رجال قدامي المرة الأولى اللي هو الشخص هذا اللي قالي إحنا من أهل الأرض اللي ساكنين تحت بيتكم. المهم يقول أوكي تقبلنا الموضوع إن إحنا نايمين بالسطح ما في غرف، إحنا مو نايمين معاهم تحت، وأهل الأرض يعني أكيد يسكن المكان الفاضي، يعني الغرفة هذه دام ما يجيها غير الضيوف فمعناتها ساكنينها أصلاً، إحنا يمكن زعجناهم. يقول الليلة اللي بعدها بدت جدتي تسمع صوت طق الباب،
هالمرة ما فتحت الباب ولا أعطتكم أهمية، فتحت الشباك شيء الدريشة، فتحت ستارة مات الدريشة وشافت شيء أسود ضخم، شافته واقف قدامها. يقول هني بدأت جدتي من الخوف، رجعت وقعدت تقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذات. يقول أنا هني خفت من دهشة جدتي من الموقف اللي شافته، أكيد شافت شيء يعني ما ينشاف. يقول في صباح اليوم اللي بعده قلت حق جدتي خلنا نرجع، ما أقدر أقعد هني نهائيا، ما أقدر. اللي قاعد يصير، اللي قاعد يعني هو عمره 6 سنوات بس، يعني اللي قاعد يشوفه مصيبة. الصدق اللي قاعد يشوفه شيء يعني تخيل أنت عمرك 6 سنوات تشوف جني وين قاعدين، تسمع صوت أحد يطق الباب جن، وتدين المكان اللي أنت ساكن فيه جن. الطفل ما يتحمل، أكيد ما يتحمل حتى لو يحب يسمع قصص جن. فيقول قلتها ما خلنا نرجع خلاص، ويقعد يقول كنت أبكي وأقول لها ما أبي أقعد هني خلاص برجع بيتنا. يقول رغم انها وعدتني انه ما راح يصير شيء، على اساس توعده ما ادري، بس وعدته انه ما راح يصير شيء، والخال هذا هم قاعد يوعده روح نوديك رحلات ونطلعك ونجيبك، ما ابي خلاص برجع بيتنا ما راح اقعد هنا. فيقول جدتي بما انها ما ترفض لي الطلب وبما انها هي بعد خايفة، فقررنا ان نرجع ورجعنا. ويقول القصة هذه ما أنساها رغم أن عمري كان 6 سنوات والحين مر على القصة 40 سنة، بس ما أنساها، وكل ما أقعد مع أحد أقول القصة هذه اللي صارت لي، لأن رغم أن عمري 6 سنوات لحد الحين موجودة بذاكرتي بتفاصيلها بكل شيء. يقول أن المنطقة هذه اللي هي منطقة الفحيحيل سمعنا عنها بعدين أنها منطقة أساسا فيها يعني تحت أرضها معبد الجن، فهذا السبب يمكن اللي خلى الأرض يسكنون فيها. ويقول إنه ما رجعت المكان هذا مرة ثانية نهائيا، والخال أصلا باع البيت، ورغم إنه باع البيت هم قاعد يسمع أقاويل عن إن البيت الناس يعني مو هو اللي يسمع، قصده مو الخال، الولد يقول أحد الحين قاعد يسمع إن في ناس قاعد يتكلمون إن هذا البيت مسكون. ويقول من يومها ما شفت أي أحد. ويقول من يومها ما